طيب في ماتش اعتزال الكابتن مصطفى رياض والكابتن الشاذلي، انتوا الاثنين عملتوها مع بعض وعملتوها في النادي، ادي صوره اهي، كابتن مصطفى رياض والكابتن الشاذلي موجودين في ملعب النادي الاهلي، مظبوط؟ اه كان في ملعب اعتزال. احكي لنا ايه، احكي لنا قصه المباراه دي. دي هقول لك، احنا كنا رايحين نعمله في نادي الزمالك، وعين رحنا لقينا كابتن حلمي الغمور الله يرحمه، ويعني قاعدين كده الشله الكبيره دي وبتاع، فقلنا له يا كابتن حلمي عايزين نعمل ماتش اعتزال، ماتش الاعتزال عندك وبتاع. الله يرحمه قال له طب وماله، وتاخدوا الجون هشام، هشام عزمي. هشام عزمي معاكم. قلت له الله يا كابتن، هي جمعيه؟ هناخده معانا. طبعا احترمنا الكابتن هشام، جول كبير. قلت له يعني اعمل له انت ماتش اعتزال، انما احنا الاثنين مع بعض. وكان عايز تعملوا ماتش الاعتزال معاك وتدخل معانا هشام عزمي ازاي؟ فقلت له هي جمعيه يا كابتن حلمي؟ فقلت له قال لي ايه؟ قلت له ايوه شكرا سلام عليكم. رحنا النادي الاهلي. طب انتوا ما فكرتوش تعملوا الماتش ده في نادي الترسانه ولا ايه اللي ضاق؟ لا حبينا النادي يعني النادي من الانديه الكبيره عشان بس يعني. وانت قلت النادي الاهلي ما تاخرش علينا. مين بقى كان؟ ايوه احكي لنا القصه دي. مين اللي كان ماسك النادي الاهلي مدير نادي؟ امين بيه شعير؟ امين شعير؟ لا التاني، في باين امين شعير حاجه زي كده. ما رحنا سنة كام يا كابتن؟ 76 77 76. هو امين بيه، امين بيه شعير. كلمناه فقال ما فيش مشكله، الملعب تحت امركم، والمدرج اللي ورا اللي هو كان مساقط ورا الجون ده ايوه هفتحه لكم وكل حاجه، وبدون مقابل. بدون مقابل؟ هناك فرق بين ده وده. يبقى ما تقولش بنحب الاهلي ازاي؟ طبعا دي لازم نحب الاهلي، من الحاجات اللي اثرت معاك. حاجات. امال كنت بتهرينا في الماتشات بتاعت الاهلي؟ ما قلت لك بقى ما يعني لو رجع بيك الزمن تاني كنت هتعمل والله كده؟ والله العظيم ثلاثه كنا محظوظين جدا. لا ما انا عارف طبعا، انا بضحك. انا لو رجع بيك الزمن كنت هتلعب برضه بنفس القوه اللي كنت تلعب بيها قدام النادي الاهلي؟ اكيد زي ما انا قلت لك. لو ده مبدا. لو ابويا موجود قدامي وانا في النادي هكسب، انا ما يهمنيش ابويا.